نجتمع هنا اليوم مع سادة الكلمة وأمراء البيان الذين يصنعون من البيان سحرا ومن الشعر حكمة. في دمنا قصة إنسان وجراح الماضي ترويها، قد كان يطبب حرقته بلهيب الصمت فيخبيها. خلك من اللي مات راح ولا مصفي عليه تراب ما تمشي له، وعمره المرابط ما شفاه من عله، ولا جاب قوت الجايعين الويله، ولا يرد غايب ولا العصي حله، ولا يريد يعطي للعقيمه أويله. بنصبي معاه حقيقه مش جاي بالحز. وجدت الضفه الاخرى شباب اصدقائي. الله شيخ حسين جيتهم نجري. محمد لحظه لا استاذ غربي، انا يعني سمحنا، انا لاني مذيع انت تعرف مش قادر لكن تعقيبا على قولكم، يعني انتم اجمعتم على ان الشعر الشعبي هو اكثر حضورا واكثر جماهيريه. ايوه انا اخالفكم الراي، ليس من هذه الناحيه. وعندي عقل كعلو البروج وبه مختار في الدنيا سبيل، كبير رزين ما واله في العوج كتاب الله في دربه دليل، لكن الخواص يعرفون ذلك من المجالس المربوعيه يعني. اسامه شهدر بيك تو على الهواء، ما عاد في خواص. كانت نهايات ابتساماتي بدايات القوافي. الله. في برد أوطاني والصمت أجدى ما يقول المعجب. أصير لها كاميكازي لأفتك بالأساطيل، كفتك فريقنا الوطني بالوغد البرازيلي. الله الله الله. يا سلام يا سلام.